يعطيك العافية يا شباب، إن شاء الله تكونوا بخير وأموركم تمام. اليوم نكمل حديثنا عن البارالل بروجرامينج باستخدام الأوبن أم بي اللي هي أوبن مالتي بروسيسنج. و نعمل سلايد، طيب ستارت سلايد. طيب فاللي بدنا نحكي عنه اليوم اللي هو الأوبن أم بي. أول بداية بدنا نذكركم في الأوبن أم بي، وإنه الأوبن أم بي عبارة عن مجموعة من الكومبايلر دايركتيفز. هذول الكومبايلر دايركتيفز بعطونا مجموعة من الـ APIs ومجموعة من الدايركتيفز اللي بيسهلوا علينا إنه نستخدم أو نعمل بارالل بروجرامز باستخدام لغات زي C و C++ والفورتران. والأوبن أم بي هاي موجودة وسبورتد باي ديفرنت كومبايلرز زي الجي سي سي ومايكروسوفت فيجوال ستوديو وديفرنت بلاتفورم زي لينكس والويندوز والماك اللي هو تاع ابل. فذاكرين المحاضره الماضيه او التسجيل السابق حكينا انه في عندنا براغما او ام بي بارلل، وهي مكنتنا من انه نعمل كرييت لمجموعه من الثريدز وطبعنا هالو وورد، واخذنا الاي دي لكل ثريد وطبعنا الاي دي لكل ثريد، وغيرنا عدد الثريدز اذا ذاكرين باستخدام الاو ام بي نام اوف ثريدز من خلال الشيل او من خلال السيت نام اوف ثريدز الفانكشن اللي موجوده عندنا من خلال الكود تبعنا. فاذا ذاكرين كنا نحكي انه البرنامج بلش سيكونشال، المين function او المين بروجرام ببلش sequential at some point in time، ببلش حسب البروبلم اللي عندنا وحسب الدومين اللي عندنا. بنبلش احنا نقسم هالبروبلم الى regions، والregions هذول parallel region، فممكن نعمل مجموعة من الثريدز في منطقة معينة في الكود. هذول الثريدز بيشتغلوا كلياتهم مع بعضهم، ممكن واحد من الثريدز حتى اللي عملنا لهم fork وعملنا لهم create ينشئ كمان مجموعة من الثريدز، بس at some point لازم يوقفوا، بعدين لازم يعملوا join مع الماستر ثريد. فلاحظ انه الماستر ثريد ضل بلش معاهم دائما، فممكن يكون في فترات مختلفه انه يتنقل السوليوشن تبعنا من سيكونشال لبارلل لسيكونشال لبارلل او حتى سب بارلل زي ما شايفين هون باللون الاخضر. فهاي هي الاوبن ام بي، وهي طريقه سهله و ريليتيفلي سبيكينج اسهل من غيرها لما نيجي نحكي عن الاوبن ام بي، لانها بتوفر هاي ليفل ابستراكت لاير انه نعمل مالتي ثريد بروجرامينج باستخدام سي سي بلس بلس والفورتران. طبعا المحاضره الماضيه بجوز حكينا عن الاكسبورت او ام بي نام اوف ثريدز من خلال الشيل، لانه عندنا الباش شيل او باي ديفولت الاوبن تو بيجي مع الباش شيل، بس ممكن تغير لاس اتش شيل او كي اس اتش. بس اذا كان في عندك سي اس اتش شيل او تي سي اس اتش شيل ممكن تستخدم سيت انفايرمنت اكسبورت، ما بتشتغل في الشيل الثاني سيت انفايرمنت او ام بي نام اوف ثريدز بدون الايكوال، فممكن تعمل الحكي هذا مشان تعمل اسيت للاو ام بي نمبر اوف ثريدز. الان اللي حكينا عنهم كمان البراغما، عندنا مش بس الاو ام بي براغما او ام بي بارلل، البراغما او ام بي بارلل عندنا مجموعه من ال او ام بي. فالمره الماضيه شفنا في الهلو وورد او ام بي برا، اليوم راح نشوفه ونشوف كمان الاو ام بي 4. طبعا في غيرهم زي الاتوميك والكريتيكال والبارير، كمان لما نيجي نحكي عن شيرد والكريتيكال سيكشنز والشيرد فاريبلز البرايفت فاريبلز، فبهمونا هذول، راح نمر الى بعضهم، مش راح نغطيهم كلهم بس بجوز نغطي المهمات فيهم. وعندنا مجموعه من البلت ان فانكشنز زي شفنا المحاضره الماضيه بجوز جيت ثريد نام اللي بترجع لك الثريد اي دي تاع الثريد، فكل ثريد بيستدعي فانكشن هاي بياخذ الاي دي تاعه، بناء عليها ممكن نحدد مين بده يشتغل هالتاسك هاي. وفي عندنا او ام بي جيت نام ثريدز اللي بترجع لك كل الثريدز اللي عندك في التيم، مجموعة الثريدز اللي عندك، وممكن تعمل سيت نام اوف ثريدز زي ما شفنا، او جيت حتى نام اوف بروكس اللي هي مش بس الثريدز، انت ممكن تستفسر قديش عندك فيزيكال كورز، قديش عندك سي بي يوز ممكن تستفيد منهم. ومرات لانه بجوز من الافضل انه يكون عدد الثريدز هو نفس عدد الكورز مشان تطلع افضل بيرفورمانس، بس ما عندناش مشكلة يكون في عندنا اربع ثريدز وعندي 100 عفوا اربع كورز وعندي 100 ثريد، فما في مشكلة. وفي عندي فانكشن كمان بجوز محتاجها مرات، انا بحب اعرف قديش الثريد هذا قضى وقت، ففي عندي او ام بي اندرسكور جيت اندرسكور دبليو تايم او الوول كلوك تايم، فبتورجيك اللابس تايم لكل ثريد، فكل ثريد اذا استدعاها بتورجيك قديش قضى هذا الثريد في الاكسكيوشن.
شفنا المحاضرة الماضية لما حكينا عن الهلو وورد بروجرام، شفنا انه في عندي سيكونشال بارت وفي عندي سيكونشال بارت، وات سم بوينت ان تايم صار في عندي بارلل بارت، فهاي البراجما او ام بي بارلل هي بداية البارلل بارت، وبعدين هذا الجزء اللي جوا هو اللي راح ينعمل له فورك لاكثر من 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 ثريد، لانه هاي الفورك وهاي هي بتكون الجوين، فاذا بنطلع عليهم الفورك والجوين ممكن يكون في عندي اكثر من واحد خلال البروجرام، وانه دائما الماستر ثريد هو جزء من الثريدز اللي بتشكله عندي، فهو دائما موجود موجود عندي. طيب الان المساله بتصير انه اذا كان عندي فور ستيتمنت في هالسوليوشن تبعي، مثلا انا بدي اجمع اليمنتس للري حجمها مليون اليمنت، او بدي اعمل دوت برودكت زي ما راح نشوف كمان شوي في البراكتيكال اكزامبل اللي راح اورجيكم اياه واعمل لكم ديمونستريشن فيه. هالفيكتور هذا حجمه مليون اليمنت، طب اذا بدي اعمل الدوت للاي الفيكتور اي وفيكتور بي، او بدي اعمل صم لمحتوياتهم، فالان هاي المساله بدها فور لوب. الفور لوب هذا انا كيف بدي اقسمه؟ ممكن انا مانيولي اقسمه، والله شوف قديش عندي في ثريدز واقسم الداتا اللي عندي. لما كنا نحكي عن الداتا باراليزم، انه اقسم الداتا اللي عندي على مجموعه من من الفور، فالثريد الاول ياخذ الفور الاولى والثريد الثاني، او عفوا الجزء الاول من الداتا يروح على الفور الاولى وهكذا. فالان كان زي ما انتم شايفين فوق، ممكن انا والله اعرف رقم الثريد واستخدم رقم الثريد هذا او الثريد اي دي باني، لانه ببلش من صفر ممكن استفيد منه، اضربه في ان حجم الداتا واقسمه على عدد الثريد، فببلش انا اعرف وين نقطه البدايه اللي راح تبلش اللوب فيها، وين نقطه النهايه اللي راح تبلش فيها. وبهالطريقة هاي ممكن أنا ممكن أنا أوجد عدد الـ أو الصم لهالإليمنتس اللي عندي. بس ليش أتكبد هالعناء إذا أنا بعرف أو أم بي وبعرف البراجما أو أم بي 4 اللي شايفينها هون؟ بإمكاني أنا أظني أشتغل طبيعي، والأو أم بي 4 هي لحالها أوتوماتيكلي تحول لي الكود اللي عندي إلى بارلل، فهذا هو المطلوب أصلا من الكومبايلر دايركتيفز والست أوف أي بي أيز اللي بتوفرها من أو أم بي، فهي الترانسليتر بيحولهم انترنالي الى ثريدز، فانا بدي استفيد من هالفيتشرز اللي موجوده عندي. فببساطه خلينا نطلع عليهم بس نتبع كيف ممكن يصير في عندي بارلل سكشن ويكون في عندي فور. فاذا كان في عندي انا فور لوب، نفرض انه من صفر لعند السبعه، من صفر لعند الثمانيه، يعني السبعه داخله، وبدي اعمل انيشاليزيشن لهالاري، فالاري هي شيرد ما بينهم، بس اذا بتقسمها على ثريدز، مثلا خلينا نفرض في هاي الحاله هاي عندي اربعه ثريدز، فممكن كل ثريد ياخذ تو لوكيشنز من هالاري مش هيك، فممكن اجي اقسمهم بالطريقه اللي كنا نحكي عنها قبل شوي. الان بديش اعمل ديفايد هون، طلع شفت الانكريمنت بتاعت الفور اللي عندي، لانه انا بشتغل مانيولي هون، الانكريمنت بعدد الثريدز، فانا بلشت من صفر، بعدين عدد ثريد اربعه، صفر زائد اربعه اربعه، فالان كل اتريشن بروح بعمل، لانه هاي اللي هي راح تكون عندي في اربعه، في اربعه ثريدز، والان كل مرة i هي بتكون رقم الثريد، رقم الثريد اللي عندي. فممكن انا هون لازم تكون هاي اللي هي مزبوط، انا بعمل انكريمنت للاي، فانا بوزع الكود اللي عندي على على الثريد اللي رقم صفر راح ياخذ تو اليمنتس، الثريد رقم واحد ياخذ تو اليمنتس، والاندسيز هياتهم بيساعدوني، الثريد رقم اثنين راح يكون تو اليمنتس عندي، لانه كل واحد كل ثريد راح يبلش باي دي مختلفه، فواحد راح يبلش في صفر، واحد راح يبلش في واحد، واحد راح يبلش في اثنين، واحد راح يبلش في ثلاث حسب الاي دي، وكل واحد عندهم النمبر اوف ثريد هذا ثابت اربعه، فكل واحد اللي عنده صفر بزيد عليهم اربعه، واللي عنده واحد بزيد عليهم اربعه بصيروا خمسه، واللي عنده اثنين بزيد عليهم اربعه بصيروا سته، واللي عنده ثلاثه بزيد عليهم اربعه بصيروا سبعه. فبالطريقه هاي بكون كلهم خلصوا اللوب والكونديشن خلص، ومن تو ايتريشنز وفرت حالي بدل ما امشي ثمانيه ايتريشنز انا وزعتهم على اربعه
اشخاص او اربعه ثريدز، والاربعه وركرز هذول كل واحد بيقوم بعمليتين بدل ما يقوم بثمان عمليات كاملين. فانا قاعد كاني بوزع، اذا بتفكر فيها كيف اذا بتلعب شده كانه كيف اللي بوزع الاوراق الشده هاي على الاشخاص، فكل واحد بوزع عليه مجموعه من الاوراق مختلفه عن اللي باخذهم زميله. طيب فاذا بدي اعملهم، طبعا هذا هو قسمت انا مانيوالي من خلال النمبر اوف ثريدز والانكريمنت اللي عندي، لانه البروبلم طبيعتها هيك، بس بجوز مش كل البروبلمز ممكن تكون بالطريقه هاي. بس لو بدي اعمل انا استخدم البارالل فور، بامكاني اخذ نفس الفور لوب هاي واحطها في بارالل فور الان، اوتوماتيكلي هي البارالل فور بتاخذهم وبتقسمهم وبتعمل الشيء اللي انا شفته قبل شوي بطريقه سهله وسلسه. فنفس الشيء راح يصير في عندي انه الاون في الان بي ران تايم سيستم ديفايز اللوب اتريشنز انتو ذا افيلبل تيم اوف ثريدز. فحسب اذا كان عندي اربعه بيكون عندي الشكل هذا، لو كان في عندي ثمانيه كل واحد باخذ واحد وبتكون امورنا تمام، بنعملهم في كونستانت تايم في وان تايم يونت. طبعا اكيد في الكريشن للثريدز والجوين للثريد بيكون والهاندلنج للثريدز هذول باخذ نوعا ما وقت، الا انه يعني اذا كان حجم الاري اكس هاي كبيره الان بصير لها فائده وبصير لها فاليو تقسيمها للثريدز. واذا عندي كورز كثيره معناته انا ممكن استفيد من عدد الكورز الكبيره اللي موجوده عندي. فكل المطلوب عندي اذا نعمل اذا هذا الشيء بده يكون جزء من برنامج، معناته بده يكون جزء من برنامج زي هيك. انا بقلقش بالتفاصيل، بس بعرف انه بارالل فور بارالل بتعمل لي اللي هي فورك لهالبلوك هذا، والبلوك هذا بصير في عنده مجموعه من والفور هاي بتاخذ الثريدز اللي عندي واللوب هذا بتقسمه على الثريدز اللي موجودات عندي. طبعا ممكن ما تكونش بالطريقه هاي، ممكن تكون بالطريقه هاي انه اول شيء انا عملت الاو ام بي بارلل بعدين جواها عملت الاو ام بي فور، فممكن يكون الحكي هذا بادي نفس الغرض نفس النتيجه، بس مرات ممكن احتاج الحكي هذا لانه بجوز بالمنطقه قبل الفور البراغما او ام بي فور بدي احتاج اعرف فاريبل او بدي اعمل شيء يكون شيرد بكون لوكال لكل ثريد ولا شيء معين، فممكن يكون بطريقه هاي او ممكن يكون بطريقه هاي وهي نفسها، فحسب انت اللوجيك تاع البرنامج اللي عندك. واذا بتشوفها بالطريقه هاي فكلهم هم بيكون في عندي لوب هون على الفور هاي والفور هاي والفور هاي والفور هاي، وبتقسم الفور هاي على الاربعه هذول اللي عندي، لانه بجوز عندي اربعه ثريدز وكل واحد بقوم بطباعه العدد يعني مجموعهم بيكونوا بيأدوا ال 25 عمليه طباعه اللي هون، بس الان بتكون مش من خلال ثريد واحد، من خلال أربعة ثريدز لأنهم بيمشوا، بس يما يخلصوا يعملوا جون كلهم ينهوا بنكون إيش انتقلنا للستيتمنت اللي بعد اللوب أو بعد اللوب اللي عندي. طبعا بدنا ننتبه هون لما يكون في عندنا شيرد لما او جلوبال لوكال فاريبلز برايفت وشيرد فاريبلز بهمنا ننتبه لهم. اليوم مش راح احكي عنهم، المحاضره الجايه راح احكي عنهم او التسجيل الجاي، بس اليوم بدنا ننتبه لهم هيك، لانه لما يكون عندي هيك شيء زي هيك فالاكس والواي هم شيرد، والان بده يكون ثريد 0 وثريد 1 هم شير الاكس والواي، فبدنا نهتم في موضوع انه الريس كونديشن او اللي ممكن يصير عندي و اللي كنا نحكي عنه في في موضوع الاوبريتنج سيستم. وبهمني هون كيف اعمل انا اعمل سينكرونايزيشن ما بين محل ثريدز بحيث انه انظم عملهم بتكون النتيجه بالاخير صحيحه وما يكونش في عندي اخطاء في اللوجيك تاع البرنامج، لانه بسهوله ممكن اوقع في هالمشكله هاي. فبدنا نفهم البروبلم صح مشان نفهم كيف نشتغل عليها. وممكن تكون حتى لو حددت عدد الثريدز كان في طريقه ثانيه حددت عدد الثريدز بدل ما استخدم الشيل انفيرمنت فاريبل او الاكسبورت او استخدم الاو ام بي سيت نام اوف ثريدز كان ممكن استخدمها هون لكل، لانه ممكن يكون في عندي اكثر من بارلل بروجرام او براغما او ام بي بارلل ريجن، فممكن انا في كل ريجن احدد عدد الثريدز دايركتلي في الريجن هاي، وبهالطريقه هاي بسهل على حالي ويكون في عندي شيرد. بس لا يعني هذا الحكي انه بطلوا شير، فالاكس والواي هم شير وبدنا نعمل سينكرونايزيشن عليهم، وفي عندنا ريسك للداتا ريس هون اللي ممكن يكون في عندي. اليوم المثال اللي نحكي عنه هسه اللي هو مثالنا اللي هو الدات برودكت اللي بلشنا نحكي عنه. ففي الدات برودكت
ببساطة يكون في عندي فيكتور مثلا A وحجمه N وفيكتور B وحجمه N، وحاصل الدوت برودكت للتو فيكتورز هو راح يكون رقم كبير، أو عفوا عمليات كبيرة، لأنه ال A1 راح تنضرب في ال B1 وال A2 راح تنضرب في ال B2 وال AN راح تنضرب في ال BN. فلو كانت N هاي هي عبارة عن مليون إليمنت أو 100 مليون إليمنت، بالأخير بدنا نضربهم ونوجد حاصل جمعهم، فالمسألة طويلة وتتطلب جهد. فالثريدز الان بيجي هاندي وبيجي مفيد هون انه نستفيد من هالثريدز اللي انت، لانه ممكن اقسم عمليات الضرب، ممكن اعطي كل مجموعه من هالاليمنتس هذول للثريد بالاخير، وبالاخير اجمع الريزلتس من ديفرنت لوكيشنز. فالان مشان نعمل الحكي هاد بدنا نشوف، بدنا نشوف مثال، لانه هذا اخر شيء عندنا قبل السمري. فبدنا نشوف مثال يعمل الداتا برودكت. انا جهزت لكم برنامج بسيط يعمل الحكي هذا، سيريال او سيكونشال ابروش، ونعمل ال اس هون هي. واليوم انا استخدمت اللينكس مشان بدناش نضل نستخدم الويندوز والدبليو اس ال، بدنا نشوف كمان اللينكس. فانا عندي هاي الماشين نازل عليها اوبنتو لينكس دول بوت، فالان بتمكنني من انه انا استخدم اللينكس كنيتف. فانا اذا بعمل ls ماينص ال، هاي البرنامج اللي عندي، هذا الفايل اللي عندي اللي هو داتا برودكت سيريال، ممكن افتح، وانا ممكن اقول ايماكس او بيكو او اي شيء. ايماكس طبعا لانه عندي الجرافيكال يوزر انترفيس كمان، ممكن اشوفهم في سب ويندو لحاله، فممكن اقول دات برودكت سيريال. واذا الان بحط الان بسند، انا نفذت البرنامج او شغلت الكوماند في الباك جراوند، فالان ممكن افتح الاديتور واللي هو الاكس اي ماكس، وتظل الشيء اللي عندي موجود. فهذا الشيء مرات نستفيد منه. بتلاحظ هون انه هاي البرنامج اللي عندي وهاي الشيء الموجود، بامكاني بعدني اعمل ال اس ماينس ال، او ممكن اعمل بي اس واشوف انه اول هاي الاي ماكس عندي، الاي ماكس عندي موجود. بنحاول اذكركم بس بشوية لينكس كوماندز. طيب هاي الاي ماكس اللي عندي، الاي ماكس هو بفر، فبرجيك جزء من الكود هون جزء من الكود هون. فاذا بدك ترجع البفر تحدد البفر، تعمل كنترول اكس 1، لان حددت البفر، صارت الويندو كلياتها للبفر اللي عندي. طبعا لانه انا عندي جرافيكس، جرافيكال يوزر انترفيس او جيوي انترفيس، مش بس كوماند لاين انترفيس زي اللي كنا نشوفهم. بتلاحظ انه هذا هو البرنامج اللي عندي. البرنامج اللي عندي زي ما حكينا موضوعه بيعمل لنا الدات برودكت اللي شفناه قبل شوي، اللي شفناه قبل شوي وين في السلايد هون، اللي هو بده يعمل لي حاصل جمع هذا الحكي. ولانه سيكونشال بيعمل الحكي هذا من صفر لان ناقص واحد، لانه هيك الاريز بالسي ببلشوا من صفر. ف وين راح لي ماكس؟ هاي لي ماكس اللي عندي. فببساطه انه انا معرف اللينك لهالاري حجمها 100، والان عدد الثريدز باي ديفولت هو 1، لانه انا ما عنديش عدد ثريدز، بحكي عن سيكونشال. انا لما يكون عندي المين ثريد عندي عندي المين فانكشن، او ما عنديش ثريد، عندي 1 ثريد اللي هو المين ثريد، معرف بوينتر لدبل لانه بدي اياها دبل، مشان العمليات على الدبل بجوز بتاخذ وقت اكثر من الانتجر. فعندي هنا بوينتر لدبل، وعندي بوينتر لدبل ثاني اللي هما 2 فيكتورز اللي هو A و B، وعندي الصم اللي هو حاصل عن نتيجة أو حاصل الريزلت تبعتهم اللي هي الداتا برودكت اللي عندي. طبعا الآن مستفيد من الأرك C والأرك V. إذا بعثت قيم للأرك C وكانت القيمة الأولى بتروح للين اللي هي الحجم، إذا بديش مليون بدي منها، خلينا نحكي 100 مليون أو 10,000 أو 1,000 أو شو ما كان، ممكن أبعثهم كبراميتر للبرنامج اللي عندي. والنمبر أوف ثريدز باي ديفولت هي 1، لأنه أنا ما عنديش ثريدز الآن. حجزت السايز، عملت سايز هون وكابيتال هياتها. السايز هاي مهمه، راح تشوفها بجزء الكود بعد، اللي هي اللين اللي هي رقم كبير هاي في عدد الثريدز اللي عندي، واللي هي في 1 هون. فالان لو حكينا انه طبعا اكيد لاني عامل بوينتر، فبدي احجزهم، عامل ملوك لهم السايز في عدد الحجم الدبل، وعامل لهم كاست لدبل. ونفس الاشي عندي، نفس الاشي عندي عندي هون. ف واخر شيء عامل لهم فري زي ما انتم شايفين في الكود. الكود هذا راح احط لكم اياه على الويب سايت، فراح تشوفوه وتكون الامور كويسه. وعملت شغله ثانيه، عملت انا امبورت او عفوا انكلود لهيدر فايل اسمه time.h، والtime.h هذا اللي عندي مشان استخدمه اعمل انكود
واير على التايم او على الكلوك تايم اللي عندي، فبستخدم الكلوك وباخذ البيجن وباخذ الاند، وبعد شوي باخذ الاند ناقص البيجن وبقسمهم على الكلوك بير سكند، ومشان اطلعهم واشوف قديش انا اخذت وقت في مش كل البرنامج، مش كل البرنامج بده ياخذ وقت، بس للمنطقه هاي اللي عندي، للمنطقه انه نشوف شو ممكن نعمله اللي هي في هاي الجزئية اللي عندي اللي هي عملية الضرب، لأنه هاي هي اللي بدي أوزعها، بدي أشوف أنا كيف ممكن أعملها سيكونشلي وقديش ممكن تاخذ وقت. ولو عملت ثريد وقسمتها على الثريد، طبعا عملية إنشاء الثريد والجوين للثريد الفورك والجوين للثريد هي مكلفة وراح تكون جزء من الوقت اللي عندي، بس راح نشوف كيف ممكن إنه التايم يختلف لما تكون الفيكتور A والفيكتور B حجمهم كبير، بس لما يكون الفيكتور A والفيكتور B حجمهم صغير معناته بجوز المسألة ملهاش داعي عملية إنشاء الثريد. طيب فهذا البرنامج زي ما احنا شايفين ممكن بس ننفذه قدامكم ونشوفه مع بعض. ممكن ارجع هون واعمل الاستثناء. طيب gcc.product، ومشان اخلي الفيرجن الاكسكيوتبل منه بدي اعمله ماينس او، اطلعه الاوتبوت على شيء اسمه سيريال. فسيريال هو عباره عن الاكسكيوتبل بروجرام، هاي ما فيش عندي ولا خطا، الاس بعمل سيريال هون وبنفذ البرنامج. نفرض انه بدي انفذه باي ديفولت، عندي مليون رقم، فهي تو سايز عندي مليون بطبع لي اياهم، وهي التايم اللي اخذوا عندي هون. بس اذا بدي انا سايز ثاني ممكن اعطيه مثلا، خلينا نحكي هاي 1000 وهاي 1000 ثانيه وثلاث اصفار ثانيين، هاي 10، فالان 10 مليون. خلينا نحكي 10 مليون اليمنت، او خلينا نحكي بجوز 8 مليون اليمنت. هاي مزبوط، هاي 6 اصفار 8 مليون اليمنت، فالان حجمه 8 مليون. طبعا اخذ وقت شايفين اكثر من الوقت اللي هون صارت 4%، بينما هون كانت قديش، كانت 6 بالألف، فأكيد بأخذ وقت أطول لأنه الحجم أكبر مش هيك. طيب لو بدي أنا بس نرجع للكود شوي، وين الإيماكس اللي عندي، هاي الإيماكس اللي عندي شو اللي فتحناه هذا، طيب هذا بدناش ينفتح بالغلط. طيب فهاي الايماكس اللي عندي، لاحظ انا اللي بعمله هاي اللوب اللي بعملها اللي هي انه اي اي ضرب بي اي زائد الصم، فدائما بجمعهم، ولاحظ انه الاي اي بتساوي واحد والبي اي بتساوي الاي اي واللي هي واحد، فانا واحد ضرب واحد معناته حاصل الجمع، انا بجمع واحدات من واحد لثمان، او عفوا من واحد لثمانية مليون اليمنت، 8 مليون واحد يعني، خلينا نحكي بجمعهم، فالريزلت طلعت 8 مليون، فالريزلت صحيحه لانه انا بجمع كل اليمنت في الفيكتور A وكل المد في الفكتور B هو واحد، والآن لما أضربهم بطلع النتيجة واحد، ولما بجمعهم بطلع 8 مليون واحد، فالرزل تبعتهم 8 مليون. فهذا اللي بدنا نعرفه، فعشان هيك طلعت الرزل معي 8 مليون لما كان عندي الحجم هو 8 مليون. طيب احنا هذا الاشي بدنا اياه، بس الان اللي بدي اياه اهم من هذا الاشي انه خليني اعمل انا شو، خليني اعمل الحكي هذا بارلل، كيف ممكن استفيد من البارلل ريجن او البارلل فور باني اقسم الثريدز وما يضلوش الثريدز عندي واحد، اقسم يعني مثلا عندي هون 8 مليون، بدل ما انا اعمل خلينا نحكي اخليهم يتنفذوا في ثريد واحد، ممكن انا اخليهم يتنفذوا في 8 ثريد وكل واحد اعطيه مليون. فإذا بنشئ 8 ثريدز معناته أنا الآن بنشئ 8 ثريدز وكل ثريد بعطيه مليون، الآن مفروض أنه بدل ما ثريد واحد يجمع لي 8 مليون إليمنت ويوصل 8 مليون لوكيشن في الأريه، الآن كل ثريد بوصل لمليون منهم، الآن بدي أقسمهم على عدد الثريدز مثلا، أو أخذ الطريقة اللي شفناها إحنا في السلايدات، أو أستخدم البراغما أو أم بي 4 مشان تقسمهم أوتوماتيكلي، ونشوف كيف نطلع الريزلت، لأنه هاي الموضوع مهم، لأنه لما بصير في عندي لوبس وبصير في عندي ثريدز وكل واحد بوجد صم، ممكن يكون في عندي بارشل صم، فبدنا ننتبه لها شوي. بس مشان نسهل حالنا بدنا ناخذ البرنامج اللي هو السيريال، نعمل له سي بي، وهو اسمه دوت برودكت دوت برود اندرسكور سيريال، بدي اعمله دوت برود اندرسكور بارلل بارلل وبارلل اندرسكور 1.سي، لانه بدي ابجوز اعمل اكثر من فيرجن، فالفيرجن الاولى بدها تكون هي عباره عن
استخدام للاو ام بي برا، قديش استخدم الاو ام بي 4. فالان ونشوف كيف ممكن نعمل. طبعا الان بما انكم عنه الان انا بنسى هو، فالاصل السيريال بعده موجود، ممكن حتى نسكره من الايماكس لانه خلاص هذا السيريال احنا بترجمناه وشفنا اموره، فهي سكرته من الايماكس. الان بعمل كوبي وبعمل ال اس ماينس ال، بلاقي انه صار في عندي برنامجين، هذا الكومبايليشن سيريال للسيريال هذا، بس الكومبايليشن هذا البرنامج اللي هو البارلل بعده هو سيريال من جوا، احنا غيرنا بس اسمه، هذا الشيء تغير اسمه ما بيحوله لبارلل، لازم نروح على الكود ونعمل ايديتنج للكود ونوزع المشكله اللي عندنا على البارلل اللي عندنا. فبدي ارجع اعمل ايماكس الان وافتح الدوت بارلل سي، ونفس الشيء افتحه باستخدام الباك جراوند بروسيس واعمل انتر. الان لما بعمل انتر كنترول اكس 1 هي جاني الايماكس اللي عندي. الان نطلع على الكود كيف بدي احوله ل بارلل. اول شيء اللي بيهمني اللي هي عمليه الضرب اللي هي البرفورم للداتا برودكت، هاي كيف انا ممكن اعملها، كيف انا ممكن احولها لشيء بارلل. اول اشي بدي احدد انا عدد الثريدز اللي عندي، مش هيك؟ فلازم اذا بدي احدد عدد الثريدز اللي عندي اما بحددهم من الشيل او بحددهم باستخدام الفانكشن اللي هي omp underscore set underscore اللي هي num underscore thread ثريدز، وبدي احددهم انا. والثريدز هذولا زي ما انتم شايفين هم انا هون معطيها الثريدز، فبالنم ثريد هاي النم ثريدز اللي عندي اللي انا محصلها باي ديفولت واحد، بس اذا وعدت انا البرنامج عندي على شكل ارك في ممكن احصلها واحدد عدد الثريدز اللي عندي. فانا بدي اخذ النم ثريدز هاي واحدد بناء عليها عدد الثريدز، فبدي اقول هون النم ثريدز واسكر، وهاي الفانكشن راح تحط لي تعمل لي سيت قبل البراغما اللي عندي، تحدد لي عدد الثريدز اللي عندي. انا كان بامكاني ما احددهم، مش اذا بدي اعمل البراغما اخليهم الديفولت اللي هم قديش السيستم بعطيني، بس انا بدي اخلي دائما احطهم لانه ممكن بجوز بدي انفذه انا بثريد واحد او باكثر من ثريد ما فيش عندي. بعدين بيجي الجزء الثاني اللي هو اعمل براغما اللي هي هاش براغ براغما او ام بي، والجزء الثاني اللي هو اقول لازم اقول بارالل. وبعد البارالل اللي عندي بدناش نستخدم الان الفور، بدنا نستخدم بارالل، حددنا عدد الثريد من خلال الفانكشن، فبدناش نستخدم نام ثريدز اللي استخدمناها سابقا. هيك بكون في عندي انا هاي اللي هون عندي الان، هاي البراغما اللي عندي. والان ممكن نعمل نرتب الكود اكثر هيك، و الان هذا الحكي ما بينفع لحاله هيك بالطريقه هاي، لازم انا اقسم السايز. السايز ما بينفع، لازم يتقسم السايز على عدد الثريدز اللي عندي، لانه بالطريقه هاي بتكون عندي مشكله اللي هي انه الجمع ما راح تكون صحيحه. فلازم اول شغله اعملها انه زي ما شفنا في السلايدات لما قسمنا، وين الكود تبعنا، وين السلايدات تبعونا، لما قسمنا في السلايدات هون، وين هون اللي بدنا نعمل اشي زي هيك، بدي بلش انا اقسم الثريدز اللي عندي واقسم الشغل على الثريدز اللي عندي. فبدي اعمل اشي مشابه للي عملناه هون. فبدي اعمل انا اول اشي بدي اعرف الثريد اي دي زي ما احنا شايفين، فاول اشي ممكن اجي اعمل ايش انتجر تي اي دي، وقلنا هذا لوكال فاريبل بيساوي اللي هو او ام بي، بدنا نحفظ الفانكشنز هذول underscore get underscore thread underscore num. فالان هيك بنكون حصلنا الاي دي لهالثريد هاب، الاي دي لهالثريد هاب. والان ما دام حصلنا الثريد الاي دي لهالثريد هاب، بامكان نستخدم الثريد اي دي هاب مشان انه الفور هاي بدل ما تكون بالطريقه هاي، خلينا نحط عليها نقللها هاي، مش هيك كنترول كي كنترول واي، ونحطها هون كنترول واي، فنضللنا هاي الاصليه ظلت موجوده عندها. بالان بدي بلشها من وين؟ بدي بلشها لكل واحد من عند الثريد اي دي تي اي دي، والان لعند السايز بدنا اياها مضبوطه. بس الان بديش اعمل انكريمنت بالطريقه هاي، بدي اعمل انكريمنت بلس ايكوال اللي هو ايش؟ لانه الثريد عفوا سمينا نام ثريد، مش هيك؟ نام ثريد. فالان كل اي بدي ازيد نام ثريد زي المثال اللي شفناه
اللي شفناه مش هون، لا هذا شيء ثاني، زي المثال اللي هون. فالآن بالطريقة هاي أنا بخلي كل ثريد يعمل مجموعة، هون بعمل initialization بس بالكود راح يعمل صم لحاله وصم لحاله وصم لحاله وصم لحاله، فصم الكبيرة ممكن يصير فيها مشكلة، يصير في عليها overlapping consequences، فبدناش نخليها صم الكبيرة. فبالحالة هاي ممكن السمارت إنه أعمل إشي صم هون وصم هون، لوكال صم لوكال صم لوكال صم لوكال صم، والان الصم هاي اجمعهم كلياتهم في الصم الكبيره اللي موجوده عندي. لانه في حاله الانيشاليزيشن ما كانش في عندي مشكله، بس في حاله انه بدك تاخذ قيم من الاري اللي عندي اللي هي اي وبي والصم تبعهم حاصل الضرب والصم تبعهم، فبدي اعمل شيء ثاني هون اللي هو ممكن يكون اعمل اري جديده. مثلا انا في عندي عدد الثريدز 4 ثريدز، فممكن اعمل اري من عدد الثريدز هاي، وكل لوكيشن في الاري يجمع لي الريزلت، وتكون هاي الاري جلوبال اكيد، وكل واحد منهم يجمع لي الريزلتس تاعوني اللي انا بدي اياهم. فممكن احنا يكون الريزلت طبعا لانهم دبل، فاكيد حصل الجمع تبعهم دبل، فممكن اقول دبل ستار بارشال سام، بدنا نسميها سام بي سام، وهاي بتساوي اللي هي بدها ترجع لي بوينتر لدبل الشيكة و مالوك، والمالوك هاي بتعمل لي، بديش انا السايز، لاحظوا انا فوق عملت السايز سايز اوف، اكيد بدي سايز اوف الفانكشن هاي اللي هي بترجع لي سايز اوف الداتا تايب سايز اوف الدبل. بس انا ما بدي دبل واحد، اذا هيك بعمل بكون دبل واحد، بس انا بدي لكل ثريد لوكيشن اجمع فيه الاري، فهي الصب صم، فبدي انشئ اري انا جديده، وكل عدد العدد اللوكيشن اللي فيها هم بعد الثريد، وكل لوكيشن ياخذ ثريد اي دي ويجمع فيها مشان اجمع للصمز من كل ثريد. فبدي اقول النم ثريد اللي عندي ضرب حجم الدبل. فالان انا قاعد لكل ايش؟ لكل ثريد بنشئ لوكيشن مشان يصير في عندي اللوكيشن، طبعا لانه كمان اللوكيشنز هذول بيكونوا هما فيهم garbage لازم امشي عليهم واعملهم initialization، فلازم اقول for integer i بتساوي صفر i اقل من النم threads اللي عندي، واقول بلس بلس للاي. والان المطلوب مني اقول ايش؟ البارشال سم، البي سم هاي الاري اللي انا دايناميكلي حجزتها سب اي بتساوي اللي هي زيرو القيمه الانيشال فاليو اللي عندي، مشان لما اعمل انكريمنت او اعمل اكيوميليت للصم فيها ما يكون فيها ريزلت. ما دام عملت الوكيشن لازم اعمل ايش؟ دي الوكيشن، فلازم اعمل فري هون للبي سم اللي عندي. فبالطريقه هاي انا بكون انشات دايناميكلي بحسب عدد الثريد، فكل مره بنفذ برنامج بنشئ لي بارشل صم مختلفه عن البارشل صم اللي قبلها واللي بعدها، لانها هي هاي بتكون خاصه لهالبرنامج اللي عندي. الان المفروض انه اجي على البادي تبع هالصم هاي، بدل ما اجمع الصم هون بدي اعمل ايش؟ بدي اقول بي صم اوف التي اي دي. لاحظ شو اللي بعمله انا هون، بي سم تاعت البارشل سم هاي الاري اللي انشاتها فوق انا هون، وبدي انا ايش؟ بدي اقول بي سم سب التي اي دي، فكل ثريد بده يجمع مين؟ بده يجمع نفس الشيء اللي عملته هون، بس الان بدي اجمعهم في اري جديده او في لوكيشن جديد، فكل واحد الثريد اي دي تبعه اذا 2 بده يجمع الاليمنت، ولاني بزيد من نم 3 اي دي، فبمشي عليهم كل ثريد بيمشي على مجموعه من الاليمنت. الان مش مقسمهم، يعني بقولش انا اول 500، يعني هم انترليفد، بس خلينا نحكي يعني باخذ الجزء الاول لثريد والجزء الثاني لثريد والثالث او الربع الثالث لثريد والربع الاخير لثريد، لا انا بكون هيك، هم بالنهايه كل واحد باخذ ربع الاليمنتس، بس انا ماشي على الثريد الاول باخذ الاليمنت الاول، بعدين الثريد الثاني باخذ الاليمنت الثاني، بعدين بس يخلص عدد الثريد الاول بيرجع ياخذ النكست اليمنت والثاني الاليمنت اللي بعده وهكذا. فهيك انا بكون جمعت البارشل صم، وانا بس اخلص المطلوب مني الان، المطلوب من الان وخليها جوا التايم، راح نشوف التايم انه راح يزيد هون، لانه عمليه انشاء لهالصب الريز هذول راح يكون مكلف، فراح ارد امشي على فور لوب زي الفور لوب اللي مشيت عليها هون.
فالآن ممكن أقول كنترول كي كنترول كي وكنترول واي مشان أنسخهم وأجيبهم وأحطهم هون وأقول كنترول واي وهاي النسخ. الآن اللي بدي أعمله هناك في الفور اللي قبل الباراليزم هون أو البارال ريجن كنت أنا أعمل انيشاليزيشن للبيصم. الآن أنا بدي أخذ محتويات البيصم هاي وأضيفها على الصم، بدي أقول صم بلس إيكوال ايش، والصم هي التمويل هي initialization هون ب value 0، فبدي الم ال elements اللي موجوده في الاري البارشل صم هاي واخلصهم. والان بالنهايه المفروض يكون شو اذا شغلي صح انه يطبع لي الاكتوال صم، اذا اختلفت الارقام لا، بس اذا اللي ممكن يختلف انه التايم سبنت ممكن يزيد ممكن ينقص، ما عندنا مشكله، احنا مش موضوعنا هنا البرفورمانس، احنا في موضوعنا كي نفهم كيف نقسم البروبلم. بعض البروبلمز انه ممكن استفيد من انه انا اعمل ثريدز، بس بعض البروبلمز بجوز منه بكون انا بخسر اذا بعمل ثريدز. الان خلينا نعمل كنترول اكس كنترول اس، سيفت هياته هون بقول لي سيف، نيجي على الكود اللي عندي نعمل ال اس ماينس ال، هاي البرنامج اللي هو البارلل 1. الان مطلوب هنعمل كلير مشان نشوفه بداية الصفحة، نعمل كلير ال اس ماينس ال. الان المطلوب عندي انه انا اخذ هالكود اللي عندي هون واعمل له كومبايليشن، بس هذا فيه ايش؟ فيه بارلل كود او فيه اوبن ام بي directives و functions، فلازم اعمل minus f open mb. فاول شي بعمل gcc اسم البرنامج اللي هو dot و parallel والان minus f open mb و minus o الريزلت هاي وين بدي اطلعها؟ بدي اطلعها على خلينا نحكي ورا parallel خلينا نقول 1 هيك اسمه parallel 1 parallel 1. فالان المفروض في عندي او ام بي جيت بتعرفوا شو نسينا؟ نسينا الانكلود للهيدر فايل، فبنرجع عند الايماكس صح، نفتح الايماكس، وين الايماكس؟ هاي الايماكس، نفتح الايماكس ما دام عندي الايماكس. طيب ما دام عندي نجي على انكلود في بدايه السطر هون او في اي مكان قبل البرنامج، نجي على هاش انكلود لا مين لا ال omp.h. فالان كنترول اكس كنترول اس سيفنا، بنرجع على الشل نعيد الكوماند اللي عملناها امورنا تمام. على العالم ال اس ال اس ماينس ال اكيد طلع لي صار في عندي تو بروجرامز سيريال، هذا اللي عملنا له كومبايليشن من السيريال والبارلل 1 اللي عملنا له كومبايليشن من البارلل 1. واذا بنرجع نتذكر الكود، اذا زي ما انتم شايفين هاي الكود اللي عندي، الكود باخذ الريكومند الاول اللي هو حجم ال 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 سمينا لين، احنا لما كان عندنا حجم مصفوفه وهون عدد الثريدز، بس انا ممكن ابعث الان مليون والمليون هذا اوديهم بدل الثريد ما تكون واحد، اصير اخذ هالباراميتر الثاني اوديها على 8. الان انا قاعد بنشئ، لاحظين السايز غيرته هون وبنشئ 8 مليون اليمنت، 8 مليون اليمنت حطيتهم في اري واحد هياتها الاي، بس الان انا واري ثاني البي وانشاتهم هون. بس الان اللي صار عندي انه انا انشات اري بارشل صم حجمها 8 بعدد الثريدز اللي عندي، مش هيك عدد الثريدز اللي عندي، وبدي كل ثريد من هالثريدز هذول، هاي راح تعمل فورك لثمانية ثريد، لما يكون عدد النمبر اوف ثريدز 8 راح تعمل ديفايد للبارال ريجون الى 8 ثريدز، ولاني انا ماخذ بالي من ان البارشل سم هاي هي جلوبال وكل واحد ما في اوفرلاب الثريد الاول ياخذ يغير قيم الثريد الثاني او شيء زي هيك، لا لانه كل واحد بوصل للثريد اي دي تبعه. فبالطريقه هاي انا المفروض انه تطلع عند الريزلت صحيحه، بس خلينا نتاكد المفروض يطلع عند رقم صحيح زي ما طلع عندي في السيريال. فاحنا هون نجي نقول ايش بارلل 1، اول شيء بدنا نعطي المليون هاب، هاي قديش؟ هاي ثلاث اصفار وهاي ثلاث اصفار ثانيين وهاي 8، الان 8 مليون اليمنت، الاليمنت اللي راح يكونوا عندي 8 مليون، بس كل ثريد راح ياخذ منهم مليون. فالان بنفذ هاي الريزلتس سايز، لاحظ 8 مليون الريزلتس اللي عندي هي 8 مليون، فالناتج صحيح لان 8 مليون واحد يعني 8 مليون. والوقت اذا بتلاحظ بجوز زاد، ليش زاد؟ لانه اكيد انا لما انشات هل الري هاي هون انا ماخذها في الوقت وعملت انيشاليزيشن لها ورديت مشيت عليها وعملت الوكيشن للصم، هذا مكلف، اكيد مكلف، بس مرات في بعض الحالات الكالكوليشنز اللي بتصير عندي هون جوا البارت هي مكلفه كمان اكثر من الاوفر هيد اللي عندي هون، العمليه تضرب واحد في واحد
تجمعه لواحد، ما مش بيج ديل. بس لما تصير في عندي الأريه حجمها او حجم الشغل اللي هون كثير، معناته ممكن يصير انا بستفيد من الحكي هذا. وطبعا اكيد لانه الجهاز بجوز عندي انا 2 كورز او 3 كورز اللي مستخدمهم، او عفوا 2 كورز او 4 كورز اللي مستخدمهم، بينما انا عندي 8 ثريدز فبالاخير انا بستفيدش بجوز لو انه عملت هون اثنين. طبعا اكيد الحجم هون لانه هيك لوجيك عاملينه، فاكيد الحجم راح يختلف. ممكن انفذهم حتى على ثريد واحد اللي هو هيك بصير سيكونشال. يعني انا شو اللي صار، انا ما عملتش شيء كثير، انا نفذت مليون اليمنت مره واحده، فكل مره بكون في عندي ثريدز. ممكن نقول 16، حتى نقول بدي انا 16 ثريد، او حجم كبير ممكن اللابس تايم بعرفش 16 مليون، 16 مليون جمعهم اياته، بس التايم اخذ تقريبا يعني 81% من السكند. طيب فهاي الطريقة، نرجع للكود بس نطلع عليها، انه انا اضطريت انا مانيولي اقسم واقسم. طبعا التقسيم تبعي انا البارشل سم بجوز بدي اياه، بس التقسيم اللي عندي هون. طبعا الطريقة الثانية اللي ممكن نشوفها انه اذا بدي اعمل ممكن نعمل فايل هون، نعملها بطريقة ثانية ونعملها سيف از، نسميه بارلل تو، هذا بدي اخزنه هون وبدي اسميه وين الفايل نيم، وين النيم بس هون هي النيم. فبارلل تو الان بس ضايل اعمل اوكي. طيب فالان اللي بعمل ال اس، هاي سيفته ببارلل تو ال اس ماين، اخر نعمل كلير و ال اس ماينس ال، بتلاحظ انه صار في عندي بارلل تو. بارلل تو هي نسخة عن بارلل 1، بس اللي بدي اغيره اورجيك اياه هون، وين ال وين الايماكس تبعنا، الايماكس هي ممكن تجيبه من هون، الايماكس اللي عندي وهي، وهذا البفر اللي عندي هون بالايماكس اللي بتشوف بارلل تو. الان انا استخدمت في عملية الست للثريدز اللي هي شو عندي، استخدمت الطريقة هاي. طب لو بديش انا الطريقة هاي، كان بامكاني اعمل ال 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 num of threads هنا، num of threads، وهاي هي دايركتيف بعطيها للبراغما. والان بامكاني احط هون ايش، احط اعطيها باراميتر اقول num، الفاريبل اللي عندي num of threads اللي 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 موجود اللي موجود عندي. فلاحظ ممكن هاي الطريقة بجوز خلينا نحكي شكلها احلى، توفرت علي استدعاء فانكشن وانترنالي بالاخير نفس العمل، بس بجوز هيك طريقتها ارتب، بدل ما تكون مقسم انه هاي الفانكشن وبعدين البراغما، هاي الفانكشن بعدين البراغما. كنترول اكس كنترول اس، هاي خزناها. الان اذا بدي اعمل انا كومبايليشن، نرجع بالاسهم نشوف الاسهم اها، بس الان مش بارلل 1، بدي اعمل لبارلل 2، فهاي بارلل 2 وبدي الريزلت تكون في بارلل، في بارلل 2. فبتلاحظ انه هي نفس الطريقه، فهاي المفروض تعطيني نفس الشيء، بعمل ال اس ماينس ال بلاقي انه في عندي بارلل 2. اذا بارلل 2 بنفذه هذا، طيب نعمل دوت سلاش بارلل 2، الان بدي انفذه. خلينا نحكي هاي المليون اليمنت اللي عندي، والمليون اللي بدي انفذهم على 8 ثريدز، بس الان استخدمت ست للثريدز اللي عندي باستخدام شو، باستخدام باستخدام النمبر اوف ثريدز اللي موجودات عندي. بنطلع على الكود باستخدام، بدل ما استخدم الفانكشن هاي اللي عندي ام بي سيت نمبر اوف ثريدز، استخدمت النمبر اوف ثريدز. فهاي الطريقه اذا بتحب. الان اذا بدك انت تريح راسك من عمليه التقسيم المهمه وتعطيها للاو ام بي، هذا هو بجوز اللي هو الجزء الثاني اللي عندنا، انه انا كيف استخدم البراغما او ام بي 4. البراغما او ام بي 4 هاي بتسهل علي عمل كثير. طبعا اكيد انا بدي البارشل سام، لانه بعدنا ما اخذناش البرايفت ولا عملنا الريديوس هنا، خلينا نحكي بس مستقبلا راح ناخذها. بس اليوم ببساطه بدنا انه بدل هالثريد هذا، خلينا نضلل هون ونيجي على الاند، واجي بدي ارجع للطريقه القديمه هاي، كنترول K كنترول Y هي مسخة السطر هذا. الآن الجزء هذا اللي بدي أعمله كنترول Y هون، بدي أرجع للطريقة هاي، بس الآن بدي أستخدم البراغما هون. كان بإمكاني أستخدمها فوق بس في عندي ثريد ID، فخلينا أستخدمها هون. فبقول هاش براغما
او ام بي الان 4. الان هاي البراغما او ام بي 4 ساعدتني انه اعمل شو؟ راح تساعدني انه راح تساعدني البراغما او ام بي 4 اني اعمل اللوب هات. لاحظ انا ما قسمت اللوب زي هون وبلشت اقول انكريمنت واجزاء الاليمنتس اللي عندي. الان اوتوماتيكلي هاي الاو ام بي 4 البراغما ام بي 4 راح تعمل لي التقسيم هذا اللي انا شفته هون، بس ايش من خلال الكومبايلر نفسه، مش من انا اقعد اقلك فيهم، لانه اذا دقلك فيهم معناته ممكن يزيد الهيدك علي واطول وانا افكر فيهم، بس مجرد ما اعرفهم انا الان هاي. الان بس ضايل انه نسيفه مشان نحط لكم اياهم على الهاي، فنقول فايل سيف از وبدي اسميه هون بارلل 4 واعمل اوكي. الان البارلل 4 هذا البرنامج الجديد اللي عندي اللي صار هون، لاحظ انه حددت الثريدز، كان بامكاني هاي او هاي، بس الفور هون ساعدتني انه احدد الثريدز اللي عندي. الان ضايل بس اعمل كومبايليشن، بدل ما اعمل 2 قلنا حطينا 4 هون بدل ال 2، وهون بدي اطلع برا لل 4 واعمل انتر. هي تعمل كومبايليشن اللي هو هاي الطريقه الثانيه. الان اذا بنعمل بس اشوف هون نعمل كلير ونعمل الاس ماينس ال واشوف هياته في عندي البارلل 4. فاذا بدي انفذ البارلل 4 بلاحظ انه ممكن اعطيها نفس العدد اللي هو المليون اليمنت، وبدي اياهم بجوز على 4 ثريدز. فالان كل ثريد راح يجمع لي مليون من الاربعه، فبتلاحظ انه نفس الطريقه نفس النتيجه. فبالطريقه هاي يا شباب احنا شفنا البارلل 4 وشفنا البارلل وشفنا كيف ممكن نقسم البروبلم اللي عندي لاكثر من ثريد وكيف ممكن نعملهم. بنقول لكم هذا الفيديو والسلايدات راح احط لكم اياهم على السلايدات، زائد الثلاث برامج او الاربع برامج اللي بلشنا فيهم اللي هم سيريال ثريد بارلل 1 بارلل 2 زائد الفور، راح احط لكم اياهم على الويب سايت وعلى الاي ليرنينج. وبضل انه بدنا نحط لكم اسايمنتس عليهم، لانه لازم نطبق، اذا ما طبقنا ما راح نتعلم. فبدي اياكم انه نشد همتنا واحنا قاعدين في هالبيت وقاعدين، خلينا نستفيد من وقتنا وخلينا نتعلم وشغلات حلوه يعني تشالنجينج، وان شاء الله انها بتكون مفيده لكم تتعلموا شيء جديد فيها. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم، و stay safe ونشوفكم على خير إن شاء الله.